هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من 1,172,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 1,137,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 426,000 شخص.